قرارات لجنة البث كالتالي. على فكرة من بداية الموسم عشان ما حدش طلع نفسه بطل بس كان القرار انه اتحاد الاذاعه والتلفزيون هيدي شاره البث مجانا وهيحملها على ال 70 مليون اللي هي ثمن الدوري العام، فبس عشان ما حدش طلع نفسه بطل يعني. فالوزير قرر تشكيل لجنه لهذا الامر، هتبقى لها اول حاجه حصر الديون على التلفزيون والقنوات، تحديد سعر شاره البث السنه اللي جايه مش السنه دي، السنه دي من بدايه السنه كانت بالمجان لو تفتكروا لما تدخل وزير خالد عبد الرئيس الموضوع وايضا تنسيق مديريه الدوري القسم الثاني. اللجنه دي من رئيس لجنه الانديه والمهندس اهاب لهيطه عضو اتحاد الكوره، السيد عمرو مصطفى نادي مصر المقاصه، السيد خالد لطيف عضو اتحاد الكوره، الكابتن الجميل طاهر الشيخ عضو مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس ماجد نجاتي رئيس نادي امبي، اللواء ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره، السيد سمير الزهار رئيس نادي بهتيم، السيد عبد الفتاح حسن رئيس قطاع قنوات النيل، السيد احمد شكري رئيس قناه النيل للرياضه، السيد هشام رشاد مسؤول او مدير عام البرامج الرياضيه بالتلفزيون المصري، والسيد احمد حسين من الشؤون الماليه في الاتحاد المصري لكره القدم. بالمناسبه عايز اخد رايك في موضوع البث الفضائي ده لانه بقى موضوع ثقيل ودمه تقيل. انا مستغرب على تشكيل اللجنه جدا، مع احترامي لل يعني مين خبراء بس في كل الاسامي خبراء بس. احنا بنتكلم على مديونيه الاول. مظبوط؟ طب كل دول يبحثوا مديونيه؟ المديونيه وتسويق القسم الثاني وتحديد سعر شاره البث. والله بص يا كابتن الكلام ده مفرع كبير يعني. يعني انا بتكلم على اشاره بس. اشاره البث دي نوع من الخدمه وليس لها تقييم في السعر. في اي حته في العالم 500 دولار. احنا عملنا لها قيمه طبقا لان على القوانين الاشتراكيه بتاعه سنه 60. انما دي خدمه طبيعيه. انا كنت يعني ابقى سعيد جدا لو اتكلم في الانتاج. الانتاج ابقى كنت سعيد جدا ان احنا نتكلم في فكر جديد. انه انا ابعت كاميراتي وابعت عربياتي وانا بزيق. لا يعني حتى نقول لا خلينا اتحاد الاذاعه والتلفزيون كويس. احاول اتحاد الاذاعه والتلفزيون بدل لما هو شابك نفسه ومدخل نفسه في الحيطه وبرضه بنتكلم على هيبه الدوله. لا انا خلي اتحاد الاذاعه والتلفزيون بما له من امكانيات هو جهه انتاج. بمعنى ان انا اقول والله الانتاج المباراه الواحده باشاره البث ب 100,000 120,000 خلاص، يبقى التلفزيون المصري عنده ضمن ان هو في ال 200 ماتش جاله 20 ولا 25 مليون جنيه جايين له في ايده. قدر يصرف على ناسه في الظروف دي. وفي نفس الوقت عنده الاجهزه وعنده العربيات اللي ممكن تشتغل يقدر يجيب ثمنها. يبقى وفي نفس الوقت ياخد القناه الارضيه والفضاء مؤجل ويطرح المناصر. احنا مصعبينها يا كابتن. كل حاجه بنصعبها. قول لي اقتراحك تاني من فضلك. انا بقول تتحول اتحاد الاذاعه والتلفزيون. هو بيتكلم على انه عافيه صاحب الحقوق وانا ضد هذا الكلام. وانه ده هذه الحقوق ملك الانديه. الانديه اللي بتشقى وبتتعب وبتربي وبتدي فلوس للعيبه. تمام مظبوط؟ تمام لا خلاف. تتحول الى جهه انتاج. بمعنى انا اللي بنتج المباراه، انا اللي هصور بكاميراتي ومش لان اشاره البث دي كلمه عيب يعني خلاص انا شايفها ان بقت يعني في القاموس الرياضي والقاموس التسويقي بقت عيب. اقول ان انا هديك هصور المباراه وهدي لك المباراه ب 100,000 120,000. يعني يبيعها للاتحاد الكوره او للانديه. يبيعها للي جاي ياخد البث. تمام. القناه دي القناه دي الماتش ب 100,000. مثلا. انت لو حسبتها يا كابتن ما بتدفعوا ملايين. على اللي هو بيذيع كم مره في ماتش في الموسم؟ 200؟ تقريبا ده الماكسيمم. احنا من 180 ل 200. مظبوط. ولما بنتكلم على 200 ماتش في 100,000 ولا 120,000 جنيه. انكلودنج اشاره البث يعني بتتكلم في 20 24 مليون جنيه جول. نعم. بقى عنده ميزانيه يصرف على ناسه. بدل ما يدور على الميات تلفزيون. التلفزيون ياخد مبدئيا ال 24 مليون جنيه دول ياخده من وشال ايده من الموضوع وشال ايده وبيذيع وبيذيع ارضي بس ارضي عشان يدي عشان يقدر يجيب القيمه. تمام. ويذيع ديلي الفضائي. صعبه دي؟ لا مش صعبه. طب ما فيش حد عايز يقول الكلام ده ليه؟ لجنه خبراء 20 ما تبقى باظت اول ما الخبراء يزيدوا كده. اول ما خبراء احنا بنتكلم في المدنيه. المدنيه فيها ورق وقلم، محاسب من هنا محاسب من هنا. مش عايز حاجه ولا في كلام. صحيح. بنتكلم على قيمه اشاره البث. من يستطيع ان يحدد قيمه اشاره البث انها هي ملهاش قيمه. اشاره البث يا كابتن ليس لها قيمه. دي خدمه. دي كان اختراع المهندس سامي الشيخ عشان يعرف يذيع للتلفزيون المصري. لانه زمان لما قالوا ايه احنا اللي بنديك البث. كان مفيش قنوات فضائيه. صحيح. كان في سيطره من الحكومه الاشتراكيه على كل ما يخرج على الشاشه. نعم.
النهارده قنوات مفتوحه. فاحنا بنتكلم في ايه؟ يعني حضرتك لو اي واحد راح رفع قضيه، اي قناه رفعت قضيه لاي محكمه دوليه، شرط البث هيضحكوا علينا. يبقى نتكلم ان التلفزيون الوطني يعني لو الانديه رفعت تكسبها؟ طبعا طبعا يا كابتن، السماء مفتوحه خلاص يا كابتن. كوميونيكيشن في العالم كله، احنا بنرجع لورا بنتكلم في الكلام ده. والله يا كابتن الواحد بيبقى استحي لما هو اقول له مثلا بره انتوا عندكم مشكله في، اقدر اقول له شرط البث؟ يقول لي يعني ايه؟ مش هيفهم. طيب خلينا ناخدك في ملف تاني وملف شويه غريب. يعني ما ينفعش يبقى هنا بريده عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي وتبقى راجل مؤثر في الاتحاد الافريقي، وجنوب افريقيا خدوا بطوله رايح خدوا بطوله جاي، والامور كلها بقت في جنوب افريقيا بعد ما احنا كنا احنا التورتايه بتاعه الكوره في افريقيا والعالم، بكاس عالم 17 وكاس عالم تحت 20 وبطوله الامم الافريقيه 2006 ودوره الالعاب الافريقيه وحاجات كثيره جدا، اصبحنا محرومين. يعني اين دور المهندس انا بريده، وازاي مصر تستجدي تنظيم بطوله الامم 2017؟ والنهارده الوزير بيعلن انه هيدعم اتحاد الكوره وهيدعم اي حد من اجل استضافه مصر هذه البطوله. والله ومين اللي جاب الحاجات دي يا كابتن؟ ما انا مش مختلف. اللي فات مات يا قلبي، يعني اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله. انا بتكلم عن اللي جاي، اللي جاي احنا بننسى يا باشا بسرعه. لا فين الملف؟ فين الملف؟ في ملف بيتقدم وفي ضمان حكومي. احنا بنبعت ورقه ونبقى كابتن ما تزعلني يا كابتن. لا قول، ما انا عايز اقول للناس، انا عايز اعرف يعني انا محتاج اشوف 2006 تاني بينزل على انا لا مش عايز اشوفها تاني. لا انا اشوفها تاني واحولك للنيابه تاني. بص يا كابتن، وانت بتحول للنيابه وانا تاجر في التذاكر وخالد عبد العزيز يبقى عنده فساد مالي واللي هو احمد الفولي وهكذا يعني، وماله؟ المهم الشعب المصري يبقى سعيد حتى لو احنا سمعتنا اتلوثت شويه من بعض. يعني الناس والله يعني الحمد لله. لا طبعا احنا سعد ان اتعاملت حاجه كويسه جدا. انما بيجي تلاقي ايه؟ مصر مقدمه فيه كذا وكذا، بص على الشاشه في الاجتماع يكتب الجزء بتاع الدوكيومنت صفر. ادور وش اعمل كده يعني، ما اخد بالي. الدوكيومنت اللي هي الضمانات، الملفات، الملفات، الورق، مفيش حاجه خالص. مفيش حاجه خالص. وما حد سالني هم قدموا فين؟ ما حد سالك ولا عندي فكره. يعني بسمع بتقول لي علاقتك طيبه بجمال علام، يا علاقتك يا طيبه بالوزير، وان بتقول لي ما حدش بيسالني ولا حد قال لي هقدمه فين. يعني لما اسمع يعني انا مثلا، لا يعني انت لحد دلوقتي ما تعرفش ان مصر عايزه تقدم في 2017؟ يعني اتحاد الكوره ما جاش سالك؟ الوزير ما جاش قال لك؟ لا 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 كابتن، لو حد قال لي اكتبوا يا جماعه المهندس انا بريده لم يستشرني احد في التقدم. طب انا هرد عليك رد اصعب من ده. اصعب من ده. ازاي اقدم 2017 ودوله شقيقه بينه وبينها حيطه؟ مفيش حيطه. ليبيا مقدمه. يا اخي عيب يا اخي، في ظروفهم اللي هم احوج الى اللي هم التفوا حوالين حاجه. بس هم بيقولوا هيعتذروا عن التنظيم. مفيش، هم مين قال؟ احنا نسكت ما نقدمش 2017 حتى لو هناك في خلاف سياسي. الخلاف السياسي لا، مفيش خلاف بين شعوب. طبعا عيب. انا بقى الكلام ده بضحك يا كابتن. يا عم اسكت. بتضحك طبعا. يعني ازاي انا اقدم في بلد قدام بلد شقيقه وفي الظروف اللي هم فيها؟ يعني انت كان رايك نستنى لحد ما ليبيا تعتذر؟ اكيد. بس بيقولوا الجزائر مقدمه كمان. الجزائر كانت هي اصلا احتياطي من الاول للظروف اللي احنا كنا فيها. يبقى ناخد كده اجابه ان احنا ملناش امل في 2017. نتكلم في، طب حد سالنا كده؟ حلو قوي، بس عشان اطلع بعناوين انه 2017 في ليبيا اذا الظروف الامنيه لم تسمح في ليبيا هي في الجزائر لانها كانت الاحتياطي. او غيرها، مش الجزائر بس. ليه؟ بس الجزائر الاقرب. ليه؟ لانه هو بيقول والله هو الجزائر بيستند الى ايه؟ بيقول لك انا الحدود معاها. خد بالك. وانا مصر نظمت 98 2006 و86 و2006. انا 92 ومفيش. ودمتم. ودمتم. فانا عندي فرصه وعندي امكانيات. فهو طبعا عنده ظروف اقوى. انت لسه 2006. فلازم يعني احنا بالعكس احنا ممكن نقول ايه؟ النهارده اقول والله لا يا جماعه احنا هنقدم للداخليه للشان اللي هي الداخليه تاخدها بكره. لانك انت كنت المفروض اول ناس تاخدها. واحنا كنا قدمنا واعتذرنا. هم لو سالوني اقول لهم طب خدوا المحليه الاول. المحليه. المحليه. يعني انت من انصار تنظيم بطوله افريقيا المحليه. المحليه ليه؟ ليه؟ لان احنا ما بنشاركش فيها. رغم ان احنا سهل ناخدها لان فرقتنا هي المحليه. وتضاف لان دي بطوله مهمه موجوده. تضاف الى تاريخ البطولات بتاعه مصر احنا ما خدناهاش. ليه ما ناخدهاش؟ انما انا بشارك. لحد دلوقتي ما اتنظمتش في حته. لسه اعتقد ان اخر حاجه كنا في جنوب افريقيا. شايف انها مسمعه؟ يعني شايف انها عامله رد والله يا كابتن. انت عايز نشاط. عايز نشاط. وعايز ترجع للمستوى ده. عايز نشاط. يعني انت قصدك انه عايز تحرك المره الحساسيه يعني. شويه يعني. الحساسيه مع مين؟ جماهيرنا اللي هي تلفها تاني حوالين العالم المصري. وتدخلها تاني في الماتشات الدوليه. خلينا ناخد واحده واحده. يعني زي ما تقول احنا
اتكسرنا شويه خلال السنين اللي فاتت. نبدا نقف على رجلينا تاني وناخد بطولات. انما احنا ما قدمناش بطوله وقدمنا فيها. وطبعا اكيد الوزير خالد عبد العزيز عارف انه شريك معايا في النهارده. انا بدعم. ما هو بيدعم يعني يا جماعه يعني بدعم. يقول ايه اللي انتوا عايزينه نعمله؟ حد قال له فين الحكومه؟ ما اعتقدش. فلازم يشوف الملف البروتوكول ايه الموجود ايه المطلوب 1 2 3 4 زي ما كنا بنعمل يا كابتن. اذا انت تنصح اننا لا نتقدم ل 2017 فرصتنا من الناحيه جدا. الادبيه والسياسيه والفنيه وكل حاجه والجيرانيه وكل حاجه ونستنى. نمره 2 بتقول ان احنا نعود لتنظيم البطولات من خلال بطوله افريقيا المحليه. عندنا 2018 ممكن نعمل. ايه 2018 دي؟ بطوله افريقيا المحليين. المحليين كانت معموله 14 16 يبقى 18. ممكن ناخد 16. 16 احنا مش مستعدين لسه يا كابتن. ده كمان لسه 16 اه ممكن ناخد 16. ممكن ناخد 16 انما ده الدوله. هل الدوله قادره انها يعني تقدر تشتغل وتقدر تعمل ملاعب وتقدر قادره على الفرق المحليين محتاجه ده اتعملت اظن في دور كده صغيره ما كانش فيها مشاكل يعني. لا هي اول مره اتعملت اعتقد كانت في السودان وكان رغم ان عندها برضه مشاكل في الملاعب احنا ما عندناش اعتقدش عندنا مشاكل خالص في الملاعب يعني. والافارقه بيحبوا يجوا هنا. وفي احنا مصر في الدنيا. لا ما فيش. طيب اسالك عن كاس العالم 2022 في قطر والكلام الكتير اللي بيتقال. الاول هل ما زالت علاقتك بمحمد بن همام طيبه وقويه ولا اهتزت في الفتره الاخيره؟ محمد بن همام اصلا مش عايز اقول على الهوا انه سيسي قلبا وقلبا. خلصت على الراجل. محمد بن همام طبعا صديق عزيز جدا جدا جدا. في الدوحه لقيت صوره جمال عبد الناصر. ايه ده ناصري بطريقه صعبه حاطط في المجلس الشخصيات المحترمه من الناس المحترمين واللي بلا طبعا بنتكلم دايما وبقدره جدا وليه الحقيقه افضل عليها كتيره جدا ووقفاته كتيره جدا معايا في الرياضه. وانا كعربي وافتقدته بشكل كبير جدا كداعم للرياضه ومحب بشكل كبير لمصر. محب لمصر. بقول لك انت شفت صوره عبد الناصر. طيب خليني اسالك يعني هل قطر هتنظم ولا الحملة الإنجليزية اللي معمولة وهل هي صحيحة ولا كاذبة؟ ده أمر مهم جدا هتؤتي ثمارها ويتم سحب تنظيم كأس العالم من قطر 2022. أنت جوه المكتب التنفيذي كلام بيتردد إزاي؟ هل مع رحيل بلاتر ده إذا رحل طبعا لن يرحل أبدا يعني من الممكن أن تتغير الأمور وبقاء بلاتر هيبقي كأس العالم في قطر؟ هي في قطر. هي في قطر. هي في قطر. وكل ما يتردد الانجليز الحقيقه باد لوزر يعني لما بيخسروا ما مش شايفين واتهامات بصراحه بشكل بس في اتهامات ثبتت العماله والناس اللي ماتت والاجواء يعني انا بص يا كابتن العماله لو مست جزء في قطر ما هتمس كل الخليج العربي. خلينا نكون يعني بنتكلم هو مين اللي بنى الخليج العربي كله؟ مصر ومصر وعماله من لا انا بقول ان عماله من كل شرق اسيا من كل حته فما نجيش هو عمل استاد لسه ما عملوش حاجه خالص لسه في جزء في اول استاد. فانا ما بتكلمش ان في خصومه سياسيه او ملخبط الكلام ده مش هعمله. احنا بنتكلم كرياضه. الرياضه النهارده احنا نجحت قطر انها تاخد الاصوات الاوروبيه كلها ادت قطر. طب ان هم زعلانين ليه؟ بيتكلموا على العرب ليه؟ يعني ما اعتقدش انه هيبقى فيه تغيرات. طب ما فيش حد يتكلم على روسيا ليه؟ يعني ايه المشكله؟ فبالعكس انا اعتقد انها موجوده. انت عايز تفصل الخلاف السياسي عن الرغبه الشعبيه اللي موجوده في قطر بتنظيم كاس العالم وتاكد انه قطر هتنظم كاس العالم وحب القطريين لمصر. لا ده من لا خلاف على الشعب القطري يعني مش هنتكلم بقى الرغبه الشعبيه. لا هو حد ما انا بقول لك يا كابتن ارجع اقول تاني مين ما بيحبش مصر؟ من اي شعوب العالم مصر تستحق كل الحب والاحترام من الناس كلها بصرف النظر عن موقف سياسي. الموقف السياسي ده قصه بقى مش انا مش مالناش دور فيها احنا كرياضيين. احنا بنتكلم على انه تم اتخاذ قرار في 2010. طب ما احنا مصر الرئيس مبارك راح قبلها باسبوع وقال احنا مع قطر وده طبيعي كبلد عربيه. الخلافات اللي بعد كده ده جزء لا يعنيني. بتكلم على يوم الحدث. ان يوم الحدث طبعا كان كل العرب كانوا واقفين مع قطر. هنغضب من المواقف الغريبه أكيد جدا يعني. اكيد انا بتكلم عن الموقف حاليا وهذه القنوات المخصصه للهجوم على مصر ليل نهار وما زال الوصف بالانقلاب والحكومه المؤقته ده طبعا غير مقبول. احنا كمصريين لا نغضب ابدا من الشعب القطري ولكن نغضب طبعا من المواقف السياسيه يعني ومن قناه الجزيره طبعا يعني خارجه عن كل اقول لك حاجه. انا من الناس قطريين بيكلموني مستعين جدا فيما يحدث من قناه الجزيره قطريين طبعا. طب
وانا الحقيقه لسه اول امبارح جاني مكالمه والله. والله بيجي لنا مكالمات مستائين جدا بما حصل لانهم هم بيجوا هنا ويشوفوا. نعم. وشايفين اللي اللي بيتقال ده كله غلط. انما انا بتكلم على ما سنه 2010. سيبك ما بعد 2010. 2010 بنتكلم انه خطر خطر البطوله. باصوات معينه من اوروبيين. كثير اوروبيين. حوالي خمس ست اصوات اوروبيين. طب فانا بتكلم على فيما يخص جزء على فكره فيما يخصني. لما يقول لك اصل هاني بوليد ده كان واقف او القناه او الصحف الانجليزيه. الكلام ده كله لا يعنيني. فانما ما اعتقدش انها تتحرك من قطر. طيب عايز اسالك عن بلاتر. علاقتك ببلاتر شكلها ايه؟ كلامه على مصر دلوقتي شكله ايه؟ ولما كان في مصر كان موجود وبلاتيني كمان كان موجود، كان رساله كان ليك دور في وجودهم في مصر في الفتره الاخيره، وايه اللي بيقولوه الفتره الاخيره على مصر؟ شوف يا كابتن، اولا بلاتر بيتكلم على مصر انها نظمت 2 كاس عالم 17 بيتكلم على كده، فدي حاجه مهمه. بيتكلم على مصر اللي بتخوض كل افريقيا، بيتكلم على مصر اللي هتقوم بدورها الطبيعي جدا خلال السنوات القادمه، اتكلم على مصر اللي هو شايف ان بتلعب في كلوزنج دور ملاعب مقفوله وهو طبقا للقواعد ان الكلام ده مش مقبول ومغمض، بيقول مصر هيجي الدور وهتتفتح تاني والناس هتبقى موجوده والامن هيبقى موجود، في ثقه كبيره جدا في دور مصر القيادي والشعبي خلال المرحله الجايه من بلاتر، وجزء كبير جدا من اهتماماته يمكن يعني لما مصر ما راحتش 2010 2010 ابو الكاس العالم 2010 كانت صدمه بالنسبه له، لانه في 2008 قال الفريق ده يوصل سيمي فاينل نهائي العالم. لما شاف 2008 في غانا، فاعتقد انه عارف دور مصر الرياضي وعلى الساحه، اي بلد بيحصل لها دروب على الجزء الرياضي خلال الفتره اللي جايه، انما متفائل زيه زي اي حد ان مصر جايه على الطريق يعني، ودورها كبير جدا جدا، ودايما حتى ما بيتكلم بيقول في اخر لقاء كنت سعيد بنتكلم، هو برضه بيتكلم على اتهامات و بيقول الاتحاد الدولي ده بقى راسخ زي الهرم. عارفين اهرامات مصر؟ احنا الاتحاد الدولي فبيشبه انه اي حاجه راسخه في الدنيا هي اهرامات مصر، ومصر راسخه وربنا حافظها. ناس كتير عارفه قيمه مصر. بلاتيني كان في بروتوكول بيتم مع الاتحاد الافريقي، تصميم السيد عيسى حياته ان الاجتماعات كلها تتم كان محل استغراب من الافارقه ثم الاوروبيين. في عز لما كانوا بيشوفوا الضرب في كل حته، النهارده الامور الحمد لله تحت السيطره بشكل كبير جدا جدا. بلاتيني سالني بيقول لي هاجي اوقع، قلت له هتيجي وتتمشى وتتفسح وتيجي تاكل عندي في البيت، وعايز تروح عندي نقعد تاكل ترمس زي ما انت عايز، مفيش حاجه خالص يعني. بيسالني بصفه وديه في وديه يعني. قلت له ما تقلقش والدنيا حلوه وجميله وعايز تسهر، قال لي انت عايزه كل الامور في مصر. واستمتع لما جه في مصر. هو الحقيقه ما عادش يقعد كتير، انما كان مبسوط جدا جدا، وقعد وتعشى معانا ولف مشي معايا على النيل بعد العشاء، وقال لي السكيورت، قلت له يعني هنا ولا برازيل والناس ماشيه ولا انا بالسلاح؟ قال لي مش شايف حاجه هنا. قلت له طب تعالى امشي معايا بره. فطلع مشي معايا على النيل بره، وكان سعيد جدا جدا. وتاني يوم حصل البروتوكول وطلع على المطار. خليني اروح لفاصل اخير وارجع مع الجزء الاخير في هذا الحوار الممتع مع المهندس هاني ابو ريده.